الأسبوع الموريتاني الأول للطب التقليدي الأصلي، أسبوع يقول منظموه إنهم يريدون من خلاله نفض الغبار عن نمط طبي أصيل ومتجذر في الثقافة الصحية الموريتانية، نمط ظل يحتل مكانته رغم منافسة الطب الحديث، والذي أضحى خيارا وبديلا لدى الكثير من الموريتانيين اليوم. اليوم الإفريقي 13 للطب التقليدي الأصلي، وهو اليوم الذي حددته منظمة الصحة العالمية في 31 من أغسطس من كل عام، والتزمت به الدول الأعضاء ومن بينها بلادنا، اعترافا بالجهد الكبير الذي بذله آباؤنا وأجدادنا لاكتشاف وتجربة واستعمال المواد الطبية والغذائية الطبيعية، والتزامهم الاشتراطات الضرورية لمن يتصدى لممارسة مهنة التطبيب. وزارة الصحة الموريتانية، أشار ممثلها في حفل انطلاق أسبوع الطب التقليدي بنواكشوط إلى ضرورة التفكير في رسم مقاربة تسهم في تنظيم هذا الطب من أجل أن يتكامل مع النظم الصحية ويلعب دورا في التغطية الصحية الشاملة. فإني لعلى يقين من أن العروض والمداخلات العلمية التي ستثرى بها هذه الندوة مختصون من مختلف المشارب سوف تسهم لا محالة في رسم مقاربة لدور الطب التقليدي، الذي إذا ما تم تنظيمه بشكل جيد يمكن أن يكون متكاملا تماما مع النظم الصحية. ورغم الانتقادات التي توجه للطب التقليدي بموريتانيا، إلا أنه ما زال يحتفظ برواد كثر لا يبغون عنه حولاه، فهو وجهتهم الأولى والمفضلة، وبعضهم يمزج بينه وبين الطب الحديث، وهو بذلك يجسد مبتغى وأهداف التيار الداعي إلى خلق تكامل بين الطبين من أجل النهوض بالمنظومة الصحية الموريتانية.